ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء صلوات بر محمد وعلى محمد عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفان فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة صلوات بر محمد وعلى محمد إتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي ندخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات بر محمد وعلى محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختر الله أتأذن لي نكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات بر محمد وعلى محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة صلوات بر محمد وعلى محمد إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نامها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ عبي رسول الله بطرفي الكساء وأومعه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمعي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات بر محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها صلوات بر محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا رب اتعاذنوا لي ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يغرك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنيه ولا ارضا مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ندخل معكم فهل تاذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لابي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا الا نزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه فاستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علي اذا والله فزنا وفاض شيتنا ورب الكعبه فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيدنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيدنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة
ورب الكعبة. التماس الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الاعلى، بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسين وانت قديم الاحسان، بحق أئمة سعد المعصومين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. میرے اللہ علی محمد عزت و عظمت واسطے یہ مجلس عزا اپنی بارگاہ اچ قبول فرما، اے خرج خرجات اپنی بارگاہ اچ قبول فرما، اے لنگر و نیاز اپنی بارگاہ اچ قبول فرما، اے اہتمام اپنی بارگاہ اچ قبول فرما. میرے اللہ بانیان دے جو دلی مقاصد نو پورے فرما، بانیان دے رزق اچ برکت عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، انہاں دے رزق اچ برکت عطا فرما، گھراں اچ خیر و برکت عطا فرما، مال و جان اچ خیر و برکت عطا فرما، واجبات دے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم دے چلن دی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد دے رستے دے چلن دی توفیق عطا فرما، امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما، امام زمانہ دی زیارت تو مشرف فرما. میرے اللہ بانیان دے جو مرحومین ہیں انہوں نے جنت الفردوس سے جعلہ مقام نصیب فرما، انہوں نے جوار محمد و آل محمد نصیب فرما، جوار آئیمہ معصومین نصیب فرما، حاضرین دے جو دلی مقاصد انہوں پورے فرما، حاضرین دی پریشانیاں دور فرما، جو سادات مومنین بیمارن شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ان اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ان گھر عطا فرما، اپنی رحمت دنال سرفراز فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار، بحق محمد و اہل بیت اہل اطہار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرة انك على كل شيء قدیر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، باقاعدگی سے مجلس سزا شروع چکی ہے، تمام سادات مومنین سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے وہ تشریف لیں. اب آپ کے سامنے ذاکر بیت جاوید عباس خطاب فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ علی تو بن امام، بابا دے بلند تر صلوات،